نبدأ دلوقتي ولا شوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد فن التصدير. طبعا النهارده دايما زي ما عودنا كده فن التصدير على المنصات بتاعتها كلها، ان احنا دايما بنحاول كل ما يخص التصدير يبقى انجيجد معانا في فن التصدير عشان يبقى الموضوع عندنا متكامل زي ما عودناكم دايما. فالنهارده معانا اسمه محمد السيد، في من الشركات اللي هي الناس بقى يعني تتكلم على الحته بتاعت تشجيع التصدير او تشجيع تصنيع التصدير. بس محمد رائد، حته رائد جدا في الحته دي، تمام، وهو المجال معاه مش يعني ان شاء الله بقى له خبرات سنين كتير جدا في الحته دي. استاذ محمد النهارده ان شاء الله هيتكلم معانا عن موضوع رد الاعباء الخاصه بالمصدر، وايه المصدر يعني المفروض يكون يعني ياخد باله منه في الحته بتاعت رد الاعباء. محمد جميل. اتفضل معانا، تقدر تقدم نفسك وشركتك ان شاء الله. تمام، اولا بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه طبعا انا سعيد جدا بان انا موجود معاكم ان شاء الله، وشاكر الاستاذ مصطفى ان هو اتاح لنا الفرصه دي ان احنا نتقابل معاكم يعني، نورتنا يا حبيبي. وتحيات ربنا يخليك، وتحياتي للحضور كلهم يعني. مبدئيا طبعا احب اعرفكم بنفسي وبشركتنا يعني. معاكم محمد سيد، احد مؤسسي سمارت جايد جروب. سمارت جايد جروب هي موجوده في السوق المصري من سنه 2004. اساس الفكره اصلا بنشجع المستثمرين والمصنعين المصريين والاجانب في مصر، ان احنا عاوزين المنتج المصري يتصدر، وفي نفس الوقت نوفر لكل المصنعين وكل المستثمرين اللي موجودين على ارض مصر ان شاء الله، ان يقدر يستفاد بالدعم والمسانده اللي الحكومه المصريه بتوفرها لكل المصنعين والمصدرين في مصر يعني. طبعا عشان تقدر تنافس بره كمنتج بتاع حضرتك، تقدر تنافس بيه في الدول سواء الاوروبيه او الامريكيه او الافريقيه، فطبعا الحكومه المصريه لازم بتساعد المصنع والمصدر، وبتديله احنا بنقول بترفع عنه بعض الاعباء وبتديله بعض الدعم عشان يقدر يصدر. طبعا احنا عندنا 3 محاور في موضوع المسانده والدعم بالنسبه للحكومه المصريه للمصنعين المصدرين. في عندنا حاجه اسمها، طبعا انتوا لما بتيجي بتستورد اي خامه من بره وتدخلها في مصر طبعا عشان تقدر تصنع. بدون مقاطعة يا أستاذ محمد، معلش اتفضل. معلش أنا آسف. بص، هو احنا دلوقتي طبعا بالنسبة للناس اللي حضور معانا، الناس ما حضرتش طبعا بكامل طاقتها عشان احنا قلنا اللقاء ده هيبقى عندنا لقاءين، لقاء خاص هيبقى بالتوضيح ايه هي الحاجات المساندة التصديرية اللي بتقدمها الحكومة للمصدر، تمام واللقاء الثاني ان شاء الله هيبقى أسئلة بإذن الله. بس محمد تمام النهارده هيتكلم عن المحاور الخاصة بالمصدر، ازاي وايه هي الحاجات والميزات. طبعا احنا عارفين ان حصيله المصدر دايما بتبقى اكتر من ان انا اشتغل في البيزنس العادي. بمعنى بالضبط. يعني انا حصيله المصدر، انا عندي ربح صفقه، انا عندي رد اعباء تصديريه خاصه بي، مثلا استرداد الجمارك او سوري الضريبه، زي ما قلنا دايما ان التصدير ضريبته صفريه. صفريه احسن ما اقول لك ان التصدير معفى، بمعنى تصدير لو انت دفعت اي ضريبه في خامات انت استخدمتها تقدر تستردها، تمام كده؟ بالاضافه طبعا تمام لموضوع صح. الخامات ومستلزمات الانتاج، لو انت عندك مصنع وهتستورد مستلزمات انتاج على المصنع فانت ليك برضو حاجه زي كنا بنشرح كده في المحاضرات، الاعفاء برضو استاذ محمد هيكلمنا عنه ان شاء الله، تمام وكمان الحته الخاصه بدعم الصادرات. فحصيله المصدر دايما بفضل الله يعني حاجه كويسه، واحنا دايما امينين انها تستمر على المنظومه ديت. وطبعا يا استاذ محمد، اتفضل يا استاذ محمد كمان. طبعا انا شاكر لحضرتك برضه للتوضيح يا استاذ مصطفى، وطبعا انا يعني ان شاء الله باذن الله تبقى الاجتماع اللايف ده يكون يفيد الساده الحضور ان شاء الله يعني. بس انا زي ما اتكلمت كده برضه مع الاستاذ مصطفى، ان احنا عندنا في 3 محاور. ال3 محاور دول اساسيين، لازم المصنع والمصدر في مصر لازم يكون عارفهم عشان يقدر يستفاد، ان هو اصلا هي معموله المحاور دي لاستفاده المصنع والمستثمر في مصر. فاحنا اول محور الاساسي اللي هو رد الرسوم الجمركيه. رد الرسوم الجمركيه، حضرتك انت راجل مستثمر ومصنع في مصر، انشات مصنع عشان بتبدا تصنع منتج، المنتج ده بتدفع عليه ضرائب وتدفع عليه رسوم وتامينات وبتشغل عماله والكلام، فالحكومه لازم تشجعك ان انت تقدر تصدر.
فبناء عليه قالت لك ان انت حضرتك لما بتيجي بتدخل الخامه بتاعتك عشان تقدر تصنعها وتصدرها، فبتدفع عليها حاجتين، بتدفع عليها رسوم جمركيه ايا كانت النسبه، فبتتراوح من 5% 2% 10% ايا كانت حسب البند الجمركي اللي انت بتستورد منه الخامه. وفي عندك القيمه المضافه اللي هي ضريبه القيمه المضافه اللي انت حضرتك بتدفع عليها 14%. تمام؟ فطبعا دي بالنسبه لك انت كمصنع دي تكلفه بتخش معاك. طيب لا، الحكومه قالت لك والله انت الخامه اللي حضرتك بتستوردها دي وبتدفع عليها الرسوم الجمركيه والقيمه المضافه اللي هي ضريبه القيمه المضافه، في حاله ان حضرتك صنعتها وصدرتها بتبدا ترد عليها، ترد الرسوم الجمركيه اللي انت دفعتها طبقا للكميه بنسبه وتناسب، بتبدا تردها كرسوم جمركيه وكضريبه القيمه المضافه. خدت بال معالي؟ فانت كده دي اول شق في موضوع الرد الرسوم. انت حضرتك رسوم اوريدي دفعتها للخامه اللي داخله في التصنيع بتاع حضرتك اللي جيت بناء عليه صدرت عليه. فالحكومه قالت لك لا، انا هرد لك الرسوم بتاعتك دي عشان اخفف عليك الاعباء. فدي ميزه مش كل الناس برضو بتبقى تقدر تشتغل فيها او مش كل الناس عارفاها. فاحنا بنحاول ان احنا نوصلها للناس، نوصلها للمستثمرين. يا جماعه التصدير مهم جدا، لازم، والحكومه بتشجعك للتصدير، بس هي عاوزه بس نفس طويل شويه، عاوزه في اجراءات. طبعا احنا كعايشين هنا برضو في مصر وفي الاجراءات بتاعتنا وفي القوانين والكلام ده لازم تبقى ماشي طبقا للائحه وللقوانين. فكل ده الحمد لله بفضل الله احنا نقدر نساعد بيه الناس ونقدر نوفره للناس ان شاء الله يعني. طبعا احنا عندنا الرسوم الجمركيه، طبعا في كذا نظام. حضرتك لما تيجي بتستورد الخامه بتاعت حضرتك بتطلعها بتدخلها للدوله مثلا بحاجه بنظام، نظام اسمه نظام السماح المؤقت، وفي نظام الدروباك، وفي الوارد النهائي. طبعا انتوا اعتقد ان انتوا عندكم علم بالمحاور دي او الانظمه الجمركيه دي. اللي تقدر تستفاد منه لو دخلت الشحنه الخامه تاني، عشان في ناس بتجيب منتجات تجاريه، لا انا بتكلم على مصنع بيستورد خامه عشان يدخلها في التصنيع للتصدير. فبناء عليه انت حضرتك بتجيب الخامه دي وبتدفع عليها الرسوم بتاعتك سواء ضرائب او جمارك، بتدخلها يا اما بنظام الدروباك او نظام السماح المؤقت. وفي بعض الشركات بتدخل بنظام الوارد النهائي. الوارد النهائي لا يحق ليك انك ترد الرسوم الجمركيه اللي انت دفعتها في حاله التصدير. وطبعا يا استاذ محمد احنا بنتكلم هنا على مصنع هيصدر، هل في الجزء ده هنحتاج بطاقه استيراديه ولا بطاقه احتياجات؟ لا، هو انت كده طالما انت حضرتك مصنع فانت بتجيب بطاقه احتياجات، سجل اللي هو السجل الصناعي، انت بتستورد القيمه دي على السجل الصناعي. تمام. ففي الحاله دي انت حضرتك الرسوم اللي حضرتك بتدفعها كرسوم جمركيه او ضرائب القيمه المضافه ليك الحق انك حضرتك بتردها، بس في حاله ان المنتج حضرتك عملت منتج والمنتج ده انت بتبتدي تصدره. في اجراءات طبعا، في اجراءات ازاي بتثبت ان انت المنتج ده داخل فيه الخامه اللي حضرتك جبتها. بتبقى في بعض الجهات بقى، احنا بندخل بقى جهات الرقابه الصناعيه هي اللي بتعمل لك معدلات المنتج وتعرف نسبته كام في الخامه. فيها تفاصيل كده كتير تبقى زي ما احنا قلنا اللي هي الاجراءات للرد الرسوم. بمعنى مثلا، طبعا معلش اسمح لي اتدخل في الموضوع بس عشان اقول، لا اتفضل. بحب بس اوضح لسه اخر، بمعنى مثلا انا دلوقتي مثلا راجل مصنع، تمام، ابدا استورد الخامه، تمام، حلو. انا المفروض اروح برضو يكون معايا بيسموها شهاده القيمه المضافه على ما اتذكر، اللي هي نسبه الاستهلاك بتاع المنتج ومع الهيدر بتاعي. فانا كده بالنسبه لي عرفت من الخامه ديت لما استخدمها، مثلا وليكن انا استوردت زرار القميص، تمام، فانا مثلا عرفت ان استهلاك القطعه من الزرار ده مثلا 10 زراير، في هيدر مثلا 10%، يبقى مثلا كده معايا 11 زرار في القطعه. فانا كده لما هاجي اتحاسب، لما اجي اخصم بعد كده وانا اطلع الشحنه، هيبدا يقول لك ان القطعه بتستهلك 11 زرار، هيضرب أيوة. على القطع. لكن اوضح لحضرتك بقى حاجه يا استاذ مصطفى في الحته، النقطه دي، قول. الجهه اللي لازم تخش وتبقى يعني بنقول معتمده لدى مصلحه الجمارك طبقا للقانون والاجراءات اسمها هيئه الرقابه الصناعيه، مش التنميه الصناعيه، صح؟ في عندنا تنميه صناعيه، في عندنا رقابه صناعيه. ايوه،
التنمية الصناعية دي هنخش فيها لما نيجي نتكلم إن شاء الله في المساندة التصديرية لدعم الصادرات. تمام صح. إنما الرقابة الصناعية هي مسؤولة إن بتحدد نسب ومعدلات الاستخدام للمنتج التام من الخامة المستوردة. تمام. فحضرتك مثلا، أنا دلوقتي يا جماعة أنا عندي شحنة إن شاء الله زي ما حضرتك قلت على سبيل المثال، مثلا شحنة زراير جايبها للمصنع عندي عشان بناء عليها أطلع قميص. انا كانتاجي عارف ان القميص مثلا بياخد 6 زراير او 8 زراير او 10 زراير، كل قميص ليه نوعه. خدت بال حضرتك الشحنه اللي انا جبتها دي مبدئيا كده، يا اما اجيبها بنظام الدروباك عشان اقدر استفاد بالرسوم، او نظام السماح المؤقت، وهشرح بالتفصيل الفرق بين الاثنين عشان اقدر استفاد انهي نظام اللي اقدر استفاد بيه. طب معلش برضو سؤال تاني، لو انا هستورد وارد نهائي كده انا المفروض معايا، طبعا هي دي غلطه، يعني هو صاحب المصنع اللي عمل ده هيبقى غلطه ان هو يستورد وارد نهائي لخامه هو يستخدمها، دي غلطه. بس لو عمل بالظبط. كده هل هنا المطلوب منه بطاقه استيراديه ولا هيبدا بيشتغل بالاحتياجات برضه؟ لا، هو استورد الخامه لمصنعه، صح كده؟ اه يبقى حلو يشتغل قوي. بالاحتياجات. اه طالما استورد الخامه للمصنع بتاعه فهي بطاقه احتياجات. تمام، ماشي حضرتك. هو بس انا عايز اوضح لحضرتك برضو نقطه، سواء الثلاث انظمه اللي احنا اتكلمنا فيهم، دروباك، سماح مؤقت، نهائي، طالما حضرتك بتستورد خامه للتصنيع فلازم يبقى معاك سجل صناعي. أكيد بناء. خدت بال حضرتك؟ بس الانظمه الجمركيه دي ما بتشترطش مثلا تكون معاك، يعني لا، هو اهم حاجه السجل الصناعي بتاع حضرتك. طب حضرتك الشركة بتاعت حضرتك هل بتساعد في موضوع السجل الصناعي؟ انت عارف دلوقتي السجل الصناعي بيبقى فيها شوية صعوبات شوية للمصانع اللي هي لسه بادئة او ستارت اب، هل الشركة بتاعت حضرتك بتوفر الخدمة دي ان هي بتساعد في موضوع استخراج السجل الصناعي وكده؟ والله هي دي بالنسبه لنا، يعني ما بنقدمهاش كخدمه، ما بنقدمهاش احنا. تمام يمكن الاكثر زي ما قلت لحضرتك الاستفاده التصديريه، تمام وبرضه يعني برضه احنا برضه نقدر نفيد، يعني احنا برضه نقدر نفيد في بعض الزملاء والشركات وكده. لو حضرتك برضه حابب نبقى تمام برضه نخليهم يبقوا موجودين معانا ان شاء الله على المنصه دي، بحيث نقدر ندي استفاده لاكبر عدد ممكن من الساده المستثمرين والمصنعين المصريين يعني. ماشي باش اكمل فوق. فانا كده دلوقتي بالنسبه لنا طبعا زي ما الاستاذ مصطفى تفضل وقال، ان انا بستورد الخامه بتاعتي سواء بنظام الدروباك او نظام السماح المؤقت او نظام النهائي. نظام النهائي ده مش هيديك اي استفاده، يعني مش هتقدر تستفاد منه في حاله انت صنعته وصدرت المنتج بتاعك، مش هتقدر استفاد منه في حاله الاستيراد بنظام النهائي. انما الاستيراد بنظام السماح المؤقت او الدروباك ليك الحق انك تقدر ترد النسبه من الرسوم في البضاعه اللي حضرتك صدرتها. على سبيل المثال دي انا عاوز حاجه اشرحها كده بعد اذنك يا استاذ مصطفى، اشرحها اتفضل. لهم يعني ببساطه اكتر. احنا عندنا نظامين، نظام الدروباك ونظام السماح المؤقت. ايه الفرق بين نظام الدروباك وايه الفرق بين نظام السماح المؤقت؟ النظامين اصلا نظامين جمركيين. طب هل مصلحه الجمارك بتجبرني ان انا امشي بنظام معين؟ لا، بس انت لازم تمشي طبقا للائحه والقانون اللي هم نصين عليه. طيب نظام الدروباك، انا دلوقتي مصنع والله بستورد الخامه، والخامه دي جزء منها بصنعه وبنتج منتج وجزء منه بصدره والجزء الثاني ببيعه محل. حلو كده؟ طيب ماشي. انا دلوقتي في حاله ان انا مصنع بصدر وببيع محلي، من يعني بجيب الخامه بطلع منها منتج 50% منه مثلا او ايا كانت نسبته، 50% محلي وال 50% الثانيه تصدير، او 30 70 ايا كان. في الحاله دي انا بفضل ان حضرتك تشتغل بنظام الدروباك. ليه؟ لان نظام الدروباك بيسمح لك ان انت الخامه اللي حضرتك جبتها بتصنعها، سواء بقى صدرت جزء منها، صدرت كلها، جزء منها بعته محلي، فما بيبقاش عليك اي مشاكل مع مصلحه الجمارك. والجزء اللي حضرتك بتصدره هو ده اللي بترد عليه فقط. صدرت مثلا 50% من الخامه يبقى ترد 50% من قيمه الرسوم الجمركيه او ضريبه القيمه المضافه. طيب انا دلوقتي مصنع كل شحناتي كلها تصدير، ودي مهمه جدا بقى، كل شحناتي كلها تصدير. في الحاله دي انا بستورد الخامه عشان انا عارف ان الخامه كلها جايه وهتخش في المنتج التام بتاعي وهتطلع كلها للتصدير. في الحاله دي انا انصحك تشتغل بنظام السماح المؤقت. طب ايه الفرق بين نظام السماح المؤقت ونظام الدروباك كاستفاده انا كمصنع في مصدر؟ الدروباك انت حضرتك بتدفع الرسوم بتاعتك قطعي. يعني ايه؟
يعني حضرتك انت الشحنه اللي حضرتك دخلتها عليها 5% رسوم جمارك و14% ضرائب قيمه مضافه، حضرتك بتدفعها قطعي يا بتحويل طبعا او بشيك او ايا كان نظام السداد، وفي حاله التصدير واثبتت ان انت صدرت بدخول طبعا الرقابه الصناعيه اللي حددت نسب الاستخدام والهالب للمنتج اللي حضرتك صدرته، نبتدي نتوجه لبقى لمصلحه الجمارك من رد الرسوم اللي حضرتك دفعتها في الخامه اللي داخله ده شق، وبالنسبه للضرايب حضرتك بتروح لمصلحه الضرايب بترد الجزء اللي يخصك في اللي انت دفعته في الضرايب. فانت كده عندك شقين بترد منهم، مصلحه الجمارك ومصلحه الضرايب. طيب بالنسبه للسماح المؤقت، لا السماح المؤقت بقى الميزه اللي فيه في حاله ان حضرتك نسبه التصدير بتاعتك 90% او بتصدر 100%، فانا عارف ان الخامه دي كلها داخله في المنتج بتاعي اللي هيتصدر بالكامل. فالنظام السماح المؤقت مصلحه الجمارك قالت لك انت حضرتك هتعمل لي خطاب ضمان باجمالي الرسوم. خطاب ضمان باجمالي الرسوم موجه او لصالح مصلحه الجمارك. طيب يعني ايه؟ يعني انا الرسوم اللي انا دفعتها ال 14% كضرايب قيمه مضافه وعندي ال 5% رسوم اجماليهم عاملين مثلا زي مثلا عاملين 200,000 300,000، بعمل خطاب ضمان بيهم وبتسلمه لمصلحه الجمارك، وبناء عليه بتفرج عن الشحنه والصلاحيه بتاعتها بتبقى طبقا لقانون ولائحه الجمارك الجديده سنه ونص. في خلال السنة ونص لازم الخامة بتاعت حضرتك دي تصنعها وتصدرها قبل نهاية السنة ونص. تمام؟ صدرتها، وطبعا معانا هيئة الرقابة الصناعية هي اللي بتحدد لك برضو نسب الاستخدام والفائد، وبناء عليه بنشوف والله صدرنا الشحنة كلها دخلت وفي الخامة كلها دخلت في الشحنة بتاعت التصدير، أبدأ أرد خطاب الضمان بالكامل. يبقى أنا كده مش هروح بقى جزء لمصلحة الضرائب وجزء لمصلحة الجمارك، لا هو هرد خطاب الضمان بالكامل لإجمالي الرسوم من مصلحة الجمارك. حلو كده؟ تمام. طيب احنا عندنا الاستفادة في الموضوع دوت ان انا اولا جهة واحدة اللي انا بتعامل معاها، دي رقم واحد. رقم اتنين، لو انا في خلال السنة سمعتي كمصنع طبقت نظام السماح المؤقت بنظام احترافي، واحنا بنساعد بين المصنعين والمصدرين، لازم يبقى في مخزن خاص بالمنتج الخامه اللي جايه بنظام السماح المؤقت، وفي كنترول عليها وليها دوره مستنديه خاصه بيها، في اجراءات كده معينه احنا بنوضحها للساده المصنعين والمصدرين. في خلال السنه دي انا معليش اي مشكله جمركيه حصلت او اي جهه رقابيه جت عملت عليا اي نوتس او اي ملاحظات، ف السماح المؤقت بيدي لحضرتك انك ممكن بتدفع خطاب الضمان باجمالي الرسوم 30% فقط. 30% فقط من اجمالي الرسوم الجمركيه والضرائب. يعني انا بعد ما كنت بعمل خطاب الضمان ب 100% من اجمالي الرسوم، انا في خلال السنه اشتغلت وطبقت اللائحه تمام ونظام التصدير والاستيراد بنظام السماح المؤقت معليش اي مشاكل، والجهات الرقابية نزلت وعينت وشافت ان انا حد كويس وبتعامل طبقا للقانون ورايح معليش اي مشكلة، فبتيجي السنة الثانية بقدم يا جماعة ان انا عاوز ادفع 30% فقط. طبعا دي ده خطاب طبعا اجرائي يعني جوه مصلحة الجمارك، الناس بيدونا التأشيرة عليها اوتوماتيك، باجي يجمع لي اجمالي الرسوم في ساعة خروج الشحنة بعد سنة اللي هي جاية ان شاء الله بنظام السماح المؤقت، بدفع 30% منها فقط بخطاب ضمان. انا كده نظام السماح المؤقت وفر لي سيوله، بدل ما كنت بدفع 100% بقيت ادفع 30% فقط. وبعد ثلاث سنين اثبتت ان انا برضو يعني معليش اي مشاكل مع الجمارك او معليش اي مخالفات قانونيه مع مصلحه الجمارك او مصلحه الضرائب، بيدخلني في حاجه اسمها بقدم حاجه اسمها قائمه بيضاء. القائمه البيضاء دي ما بدفعش اي رسوم، بيبقى هو مجرد بطاقه الاحتياجات زي ما الاستاذ مصطفى اتكلم، او الخامات اللي انا بجيبها للمصنع عندي مثلا 1000 طن، ال 1000 طن دول مسموح لي ان انا استورد خامات بقيمتهم، ما بدفعش لا خطاب ضمان ولا اي جنيه. في سبيل ان انا بعمل حاجه اسمها تسويات بقى، بخصم التسويات من ال 1000 طن دي، يعني مثلا 30 اجمالي
الخامات اللي انا بستوردها في خلال السنه مثلا 30 مليون، فانا ليا كده اكن ليا حافظه ب 30 مليون اقدر استورد من خلالها واستورد بيها، وبعد كده بسوي الاجراءات بتاعتي. فطبعا نظام الصناعه المؤقت انا شايفه ان هو افضل واحسن من الدروباك، هيوفر لي سيوله. الجهات اللي انا برد من خلالها هي جهه واحده اللي هي مصلحه الجمارك، بس طبعا شرطه ان انا لازم اكون نسبه التصدير اللي خاصه بيا بتتكلم 100% او 90% من الخامه اللي انا جايبها. طيب الدروباك ينفع اشتغل؟ طب انا ممكن اصدر 100% واجيب بنظام الدروباك، مفيش مشكله، انت حضرتك هتقدر. هل ينفع العكس؟ يعني مثلا واحد لسه مثلا يعني هو عنده محلي وعنده شغل صادرات بس مش بيصدر 80 90%، هل يشتغل برضه بصناعه مؤقت ولا هيمنعوه مثلا يقول لك لا من غير مسموح؟ لا، هو ما حدش يعني هو ما حدش هيمنعك، بس الفكره ان انا مثلا برضه عشان اوضح لحضرتك، انا دلوقتي بجيب مثلا الخامه دي 50% بصدرها و50% محل. لو انا جبت الخامه دي بنظام السماح المؤقت، انا اجبرت، طالما جبتها بنظام السماح المؤقت اجبرت ان لازم الخامه بالكامل تخش في منتج وتتصنع وتتصدر في خلال سنه ونص. طب انا دلوقتي السوق المحلي عاوز، فهضطر ان انا ما ابيعش للسوق المحلي، هطلع كله تصدير، فانا كده بقى عندي فيه مشكله في الاجراء التصديري ولا المحلي، فاهمني؟ طب هل ما ينفعش مثلا بقى خلال السنه ونص يحصل تسويه للكميه اللي تم استيرادها ويشوف مثلا صنعنا قد ايه محلي وصنعنا قد ايه مثلا وصدرنا قد ايه ويبدا التقسيم ولا ما هو لازم؟ ده ما هو لو انت دخلتها بنظام السماح المؤقت هو ده هيتم، بس هتبقى احنا بنتكلم دي هتبقى فيها بعض العراقيل شويه، لان انت حضرتك جبت مثلا الخامه بس دي احنا بنعتبرها مش هتبقى بنظام كامل شغال بيه. يعني ايه؟ يعني انا مش هدخل الشحنات بتاعتي وانا يعني بصدر 50% او محلي 50% واجيب الشحنات الخامات بتاعتي بنظام السماح المؤقت، هضطر ان انا كل شحنه باجي بصدرها اروح اخاطب بيها الجهه الفنيه في مصلحه الجمارك، اقول لهم والله يا جماعه انا عندي 50% من الشحنه دي هبيعها محلي، فتعالوا عشان تقيموني عشان هدفع الرسوم بتاعتها كاش، انت فاهمني حضرتك؟ فدي اجراء بتبقى مع مصلحه الجمارك بيبقى حاجه ممله، فانت بتاخد نوتس اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ان انت ما بتجيبش كل بنظام صح وقت وبتطلعه تصدير، انت بتبيع منه. تمام. فالافضل ان انا لو انا هبقى 90% مني من الخامه اللي انا بجيبها بصدرها، بجي بنظام السماح المؤقت وببقى عامل حسابي طبعا في الكاش فلو بتاعي او في يعني احنا بنقول التخطيط الخاص بيا، انا عارف ان ده هيتاخد منه جزء منه، ده هيطلع منه تصدير، ببقى في شحنه ثانيه جايبها ممكن بنظام الدروباك، فده بيغطي ده، فاهمني؟ تمام. اشتغل شحنه دروباك مع شحنه سماح مؤقت، بقدر الرصيد يقدر يبقى مناسب معايا. بس زي ما شرحت لحضرتك كده، هي الموضوع كله ان السماح المؤقت في حاله التصدير بالكامل. في على فكره في صناعات كتير في مصر هنا هي بتستورد الخامه وتصدرها بالكامل، وهو ما يعرفش انهي نظام اللي يقدر يشتغل بيه، فطبعا اوفر له واحسن له هو السماح المؤقت، بيوفر له سيوله زي ما حضرتك عارف، خدت بالك العراقيل الروتينيه في التعامل مع الجهات الحكوميه، انت بتتعامل مع جهه واحده بس اللي هي مصلحه الجمارك، وبترد لك خطاب الضمان، فانت ما عندكش اي مشكله خالص. بس اهم حاجه تطبيق النظام السماح المؤقت لازم يبقى بنقول عليه تطبيق احترافي، لازم يبقى في مخزن خاص بالخامه اللي هي داخله بنظام السماح المؤقت اللي بناء عليه انت بتصرف منها، والجهات الرقابيه بتنزل بتشوف ده وتعين ده بنفسها. فده انا بعتبره ان هو ده تشجيع للمصنع والمصدر بالانظمه الجمركيه اللي احنا اتكلمنا فيها، نظام الدروباك زي ما انا شرحت ووضحت برضه، ونظام السماح المؤقت، ونظام النهائي. انا بعتبر نظام النهائي ده مالوش اي ميزه زي ما انتوا حضرتكوا عارفين يعني. فانا الافضل ليا يا دروباك يا نظام سماح مؤقت. وبرضه اختلاف كل صناعه، عشان برضه حضرتك تبقى عارف والساده الحضور معانا، اختلاف كل صناعه بتختلف برضه في نظام التطبيق، هل اللي يناسبني تطبيق نظام الدروباك ولا نظام السماح المؤقت، ده من خلال طبعا كل صناعه بالبعض احنا بنديهم راينا طبعا من خلال زيارتنا للمصنع، من خلال برضو ان احنا بنستفسر عن المنتج والكلام ده، فبنقدر نحدد الناس وتساعدهم في الموضوع ده. كده الشق الاولاني او المحور الاولاني في الرسوم للخامه اللي حضرتك بتستوردها عشان تقدر تصنعها وتصدرها، ده الشق اللي خاص بالجمارك يا استاذ مصطفى.
تمام. الجزء الخاص ده بقى حضرتك كشركة، تمام، تمام. ايه دورك في الموضوع بالظبط، في الجزء بتاع السماح المؤقت او الدروباك؟ تمام، احنا كدورنا بقى كمجموعه سمارت داي، ان طبعا بيبقى احنا طبعا زي ما كلمت مع حضرتك ووضحت للساده الحضور، ان احنا من سنه 2004 احنا بيجي لنا مثلا بعض المستثمرين، احنا والله يا جماعه عاوزين نصدر ونصنع في مصر وكده، فايه الحاجات اللي نقدر نعملها؟ فبنخش للمصنع، بنعرف ايه الاحتياجات بتاعتهم، هم يجيبوها من بره قد ايه، انت التصدير بتاعك 30% 70% 50% 100%، بنحط لهم بعض الاسس، بنحط لهم بعض الانظمه اللي بيقدروا يشتغلوا عليها، يا اما بنظام الدروباك يا اما بنظام السماح المؤقت، بنساعدهم في ان هم بنحاضر هيئه الرقابه الصناعيه في الحضور، وبنبقى موجودين معاهم، بنطلع معدلات ونسب الاستخدام مع الرقابه الصناعيه، دي بتوجه طبعا لمصلحه الجمارك او مصلحه الضرائب، بنبقى برضو مع العميل لحد الاخر، لحد ما يبدا بيستورد الشحنه بنظام السماح المؤقت، بنراجع معاه عليها، لما بيجي بيصدر الشحنه بتاعته برضو بنتاكد من بعض الاجراءات لازم تكون مطابقه للقانون عشان يقدر نرد الرسوم، وفي اخر خطوه خالص ان احنا بنساعدهم واحنا اللي بنقوم بعمليات التسويات الجمركيه دي، يعني احنا اللي بنرد لهم خطاب الضمان بنظام السماح المؤقت او بالتحويلات النقديه اللي بتتم من خلال الرسوم اللي هي اتدفعت بعد شحنه التصدير، فاحنا المسؤولين عن التسويات اللي خاصه بنظام السماح المؤقت والدروباك، يعني احنا بناخدها من اول الشحنه، بنساعدهم من اول الشحنه ما بتيجي لحد ما بيبدا يصدرها، لحد ما نبدا نسويها بدخول طبعا هيئه الرقابه الصناعيه في الموضوع، نبقى معاهم يعني. تمام. دي خدماتنا احنا بنقدر نقدمها في النطاق اللي رد الرسوم الجمركيه والضرائب. طبعا الجزء بتاع الضرائب برضه عشان يمكن قريب من القصه دي، انا مثلا وده سؤال برضه ممكن الساده الحضور يعني يتفضلوا يقولوه، ان انا مثلا استوردت من نظام النهائي، طب نظام النهائي ده انا كده الرسوم الجمركيه ورسوم والضرائب هل راحت عليا؟ لا، هو الخاص بالرسوم الجمركيه هو ده اللي راح على حضرتك، طب انما الضرائب لا، الضرائب معاك، الضرائب اقدر استفاد بيها، اقدر اردها، طب هقدر اردها ازاي؟ في الحاله دي انت هتردها من مصلحه الضرائب. طيب مصلحه الضرائب بتقول لنا ايه؟ مصلحه الضرائب بتقول لنا ان يا جماعه اي منتج مصري بيتصدر ليك الحق انك ترد القيمه المضافه اللي انت دفعتها عليه، سواء اشتريتها محلي او استوردتها من بره بنظام نهائي او دروباك او صنع ايا كان، بس هو بالنهايه هترد برضه الرسوم او اشتريتها معاك. بمعنى انا راجل ما بستوردش اصلا خامه من بره، انا بستورد مش بستورد، انا بشتري الخامات بتاعتي من السوق المحلي بس بصدر، بس بدفع طبعا الشراء بتاعي كله بفواتير ضريبيه، ففي الفواتير الضريبيه بدفع فيها القيمه المضافه 14%، برضه هيئه الرقابه الصناعيه بتخش بتثبت لنا برضه ان الخامه دي او حضرتك المشتريات اللي انت بتجيبها دي بتخش في التصنيع ازاي، بنسبته كام، استهلاكنا كام، معدلاتنا كام، وبناء عليه اقدر ارد الرصيد الدائي، لان طبعا زي ما حضرتك عارفين ان انا لو انا شغال تصدير فهبص الاقي الرصيد الدائن في مصلحه الضرايب بيزيد. طيب الرصيد الدائن ده عشان انا تصدير بصدر وبشتري محلي، يعني انا بشتري الخامات بتاعتي محلي بدفع عليها 14%، وفي حاله التصدير طبعا الرسوم الضرايب بتاعتي زيرو زي ما الاستاذ مصطفى تفضل في بدايه المحاضره. فبقى الرصيد الدائن بتاعي بيزيد، طب هل ليا الحق ان انا ارد الرصيد الدائن ده؟ ايوه ليك الحق انك ترد، واحنا برضو بنساعدك فيه. ده في حاله ان انا استوردت بنظام النهائي او اشتريت الخامات بتاعتي محلي، بس ده طبعا بيخش في شق بقى خاص بالمحاسب القانوني، وده برضه احنا عندنا من المجموعه بتاعتنا، احنا عندنا ثلاث انواع من السمارت جايد للاستشارات، سمارت جايد لوجيستيك وسمارت جايد تريدنج، وده الشق بتاع الاستشارات ده اللي خاص بالمحاسب القانوني، وهو اللي بيقوم لنا برد القيمه المضافه في حاله التصدير. تمام. فده كده يا استاذ مصطفى بالنسبه لموضوع الدروباك والسماح المؤقت والنهائي في حاله الضرائب. المحور الثاني بقى اللي نقدر عاوزين نتكلم فيه، ده كده المحورين اللي احنا اتكلمنا فيهم اللي هو الرسوم الجمركيه والضرائب، المحور الثالث وده الاهم انا بعتبره الاهم يعني، اللي هو دعم الصادرات او رد الاعباء، اعباء الصادرات.
طبعا صندوق تنميه الصادرات، صندوق تنميه الصادرات ده انشئ بقانون، انشئ بقانون رقم 155 لسنه 2002. القانون دوت اللي بناء عليه قال لك يا جماعه احنا لازم نشجع المصدرين، ولازم ندي لهم نرد لهم يعني حاجه اسمها رد اعباء، هو دعم انت ما دفعتوش، يعني احنا بنتكلم كدروباك وسماح مؤقت، انت رسوم بتدفعها وتردها. انما في دعم الصادرات لا، ده دعم الصادرات حاجه من الحكومه ومن وزاره الماليه مع وزاره التجاره من خلال الصندوق اللي هو انشئ في عام 2002، ان هي بتديك بترد لك الاعباء عشان تقدر المنتج المصري بتاعنا نقدر ننافس بيه بره. وطبعا الغالبيه العظمى من دول العالم شغاله بدعم الصادرات، زي طبعا تركيا والصين زي ما حضراتكم عارفين يعني. فبناء عليه الصندوق ده تم، ان احنا يا جماعه عاوزين نشجع التصدير والصناعات اللي خاصه بيه. القانون ده طبعا احنا بتبقى فيه لائحه كل 3 سنين. لائحه كل 3 سنين، اللائحه دي بيقوم بيها طبعا بمجلس الوزراء مع وزير الماليه وزير التجاره والصناعه، بيحددوا ايه الصناعات اللي هنقدر ندلها في اللائحه الجديده بتاعتنا يا جماعه دعم الصادرات. طبعا زي ما احنا عارفين القطاعات اللي موجوده في مصر، في عندنا قطاع النسيج، عندنا قطاع الاساس، عندنا قطاع الهندسي، عندنا المواد البناء، عندنا الغذائي، عندنا حاصلات زراعيه، عندنا ادويه، عندنا قطاعات كتير. فطبقا للائحه اللي بتنشا كل 3 سنين طبعا بنشوف مين القطاع اللي عندنا فيه يعني مش قد كده، فلازم نشجعه. طب ده كمان بيضاف اليه قطاع الحاصلات الزراعيه كمان، صح كده؟ طبعا ما انا حاصلات زراعيه وصناعات غذائيه وصناعات كيماويه وهندسيه والكلام ده كله. انا اللائحه دي ان شاء الله انا يعني هديها للاستاذ مصطفى يرفعها لنا برضه عشان الناس تبقى عارفه اللائحه بتاعتنا بتاعت دعم الصادرات ان شاء الله، ويقدروا ولو في طبعا اي استفسار في اي حاجه احنا تحت امرهم طبعا في اي حاجه. بالنسبه لدعم الصادرات عشان برضه ما اطولش على حضراتكم، دعم الصادرات بينقسم لقسمين، في عندنا دعم منتج وفي دعم شحن افريقي. دعم منتج ودعم شحن افريقي. دعم منتج زي ما احنا قلنا ان اللائحه بتنص على الصناعات اللي هتخش يا جماعه معانا في اللائحه الجديده، بنبدا نطبقها من السنه الاولانيه فالسنه الثانيه فالسنه الثالثه، دي اللائحه. بتبقى الصناعات اللي داخله معانا كل صناعه النسبه بتاعتها كام، وده بيبقى برضو جدول منشور في اللائحه بتاعتنا، ان احنا عارفين مثلا الصناعات الغذائيه بتتراوح النسبه بتاعتنا من 17 ل 15%. طب لو منطقه حره، 17 15% ده كده من قيمه الفاتوره اللي تم تصديرها، صح كده؟ من قيمه الفاتوره اللي تم تصديرها بالظبط كده، خدت بال حضرتك؟ وطبعا كل زي ما قلت لحضرتك كل لجنه من اللجان ليها نسبها، يعني لجنة الصناعات الغذائية مختلفة عن الحاصلات الزراعية، مختلفة عن الصناعات الكيماوية، مختلفة عن الأساس. فكل لجنة من اللجان ليها النسب اللي خاصة بيها، ودي برضو هنعرضها لحضراتكم إن شاء الله برضو عشان تبقوا عندكم علم بيها يعني. طبعا برضو اللائحة الأخيرة اللي كانت موجودة سنة من 1/7 اللي احنا شغالين بيها دلوقتي، هي من 1/7/2020 ل 21 و 22، فدي اللي احنا شغالين بيها. اللائحه اللي نزلت ان انت طبعا حطت بعض الاشتراطات، ان انا دلوقتي يا جماعه انا عاوز اصدر. طب صدرت، القيمه التصديريه بتاعتك السنه الاولانيه زادت 25%، انا هقدر ازودك كمان في النسبه اللي حضرتك بتاخدها. بعد ما كنت مثلا بتاخد 7% انا هزودك 50% كمان على 7%. فاذا في مساندات، بس طبعا ليه اجراءات، في اجراءات لازم نتبعها طبعا زي ما حضراتكم عارفين عشان اقدر استفاد بالدعم ده واقدر احصل عليه. طبعا ده الشق اللي خاص بالمنتج، بس طبعا المنتج عشان اقدر اقول ان انا اقدر ارد عليه في اشتراطات. من ضمن الاشتراطات، وانا بعتبرها اشتراطات مهمه جدا، الاول لازم طبعا بتبقى حضرتك مطلع ايزو، معاك شهاده الايزو، شهاده الجوده للمنتج بتاع حضرتك. انا مصنع ومعايا شهاده جوده، تمام، لازم بتعتمدها من هيئه المواصفات والجوده. لازم تعتمد الايزو من هيئه المواصفات والجوده. من خلال اعتمادك من هيئه المواصفات والجوده، من نفس اليوم او ثاني يوم تقدر تصدر. طب
طيب سؤال، انا مثلا راجل فاتح مكتب تصدير ستارت حلو. اب كده، وصدرت مثلا منتج صناعي او زراعي، هل لي دعم ولا لازم بص اكون مصنع او تمام، انا هقول لحضرتك برضو بالسؤال ده مهم جدا. طبعا احنا عندنا في الاساس اصلا المصنع، عشان بس نبقى متفقين يعني، الاساس المصنع، بس الشركات التجاريه بتاخد 50% من الدعم للي بياخده المصنع. على سبيل المثال انا راجل مصنع مثلا وبصدر اي منتج غذائي، فليا 10%. لو انا شركه تجاريه جيت اتعاملت مع حضرتك كمصنع وخدت المنتج بتاع حضرتك واستفدت كل فيه الاجراءات وجيت صدرته، خدت بال حضرتك اخد منه 50%، يعني اخد 5% بس. وصلت يا استاذ مصطفى؟ وده برضو يعني نفس الفكرة في الحصاد الزراعية، لو أنا مثلا مكتب هاخد 50% برضو ولا؟ لا، ما هو بقى الحصالات الزراعيه الموضوع مختلف. الحصالات الزراعيه هو انت مش مصنع، يعني تمام. الحصالات الزراعيه في الاساس انت مش مصنع، هو دايما الحصالات الزراعيه تبقى شركات تجاريه حصالات زراعيه، بتاخد النسبه بالكامل. خدت بالك؟ انما انا بتكلم على التصنيع، تمام كويس، تمام وليه فهمتك. شرط، وللتصنيع ليه شروطه. ما هو برضو انا كتجاري لازم بيبقى طبعا واخد تنازل من المصنع، وان انا اقدر ارد يعني. بس طبعا في برضه بالنسبه للناس اللي هي هتتكلم على المنتج الصناعي، في ورقه برضه من ورقه مهمه جدا، وهي شهاده القيمه المضافه. ايوه، انت ما انت دي انا جاي لحضرتك فيها يا استاذ اتفضل مصطفى، متفقش اتفضل. جاي لحضرتك فيها. بس انا بس في عشان بس اقفل النقطه دي، ماشي طبعا في استاذ من استاذ الحضور في شركات تجاريه معانا هيجي يقول لي طب انا دلوقتي انا بتعامل مع مصنع، هو هياخد ال 100% لو في حاله تصديره هو بنفسه، وانا لو انا هصدر هاخد 50%. طب ما فيش حل ان انا اقدر ابقى زيه ياخد 100%؟ في حل. الحل ايه هو؟ ان انا اعمل معاه عقد تصنيع سنوي، عقد تصنيع سنوي ويسجل في الشهر العقاري. العقد ده بيقول والله انا مثلا بتعامل مع مصنع مكرونه ايا كان اسمه، بتعامل معاه ويا جماعه انا معايا عقد تصنيع الخط الانتاج ان 1000 طن في السنه مثلا، وبيصنع لي بالكلام ده، انا بسجل العقد اللي بيني وبينه لمده سنه من الشهر العقاري، وبناء عليه التصدير بتاعي كله اقدر ارد منه النسبه بالكامل، اعتبرني ان انا مصنع. تمام بس لازم الاشتراطات طبعا، الاشتراطات طبعا بتاعتي اهم حاجه، ان السجل الاصطناعي موجود بتاع المصنع، الايزو اللي احنا اتفقنا عليها تكون موجوده للمصنع، ولازم مواصفات وجوده، اعتماد المواصفات والجوده. واهم نقطه، اهم نقطه يا جماعه، اهم نقطه، شهاده التصدير صلاحيتها بدعم الصادرات سنه. تمام سنه يعني انا صدرت الشحنه بتاعتي في 1/10/2020 اقدر اقدم الملف بتاعها في دعم الصادرات حتى 30/9/2021. ما ينفعش اخر عن سنه، اخرت عن سنه صندوق دعم الصادرات مش هيقبلها مني. فلازم الشحنات التصديريه بتاعتي لازم في خلال سنه اكون اخترت بيها تنميه الصادرات او صندوق تنميه الصادرات، عشان يبقى ليا الحق ان انا ارد المسانده بتاعتي. دي نقطه مهمه جدا في ناس كتير بتقع فيها على فكره. تمام. طيب حضرتك كلمتنا على موضوع العقد بتاع المصنع او المكتب التصدير، تمام. هل هو نفس فكره يعني هو مرتبط بشهاده القيمه المضافه ولا دي حاجه مختلفه؟ طب نتكلم بقى على القيمه المضافه. تمام. طبعا احنا يعني احنا بنشجع التصدير، بنشجع الاستثمار. قبل كده كان في مثلا ناس بتستورد خامات من بره، والخامه بتخش في المنتج اللي بتصدر، الاستيراد كله بتتكلم مثلا 90%، يعني الخامه جايه انا بستوردها من بره وبدي له دعم الصادرات. فلا، قلنا لا يا جماعه، الكلام ده لازم اشجع الصناعه المصريه. فلازم المكون المحلي ده بقى، الاشتراطات الجديده شهاده المكون المحلي. شهاده المكون المحلي دي حضرتك بتاخدها من هيئه التنميه الصناعيه، اداره المكون المحلي. الهيئه دي هي المسؤوله اللي بتطلع لك نسب المكون المحلي في المنتج اللي حضرتك بتصدره، اللي بناء عليه بيتقسم شرايط، اللي بناء عليه بتتحدد النسبة، هل اخد 7% ولا اخد 10%.
ده من خلال شهادة المكون المحلي اللي بتستخرج من هيئة التنمية الصناعية إدارة المكون المحلي. طيب معلش برضه بقطعك شويه. اتفضل. السؤال هنا بقى، انا مكتب تصدير تمام، حلو. ما عملتش العقد مع المصنع، تمام. اروح برضه اطلع شهاده القيمه المضافه ولا اروح عدام على طول تاخد ال 50% بتاعتي؟ لا، هو في جميع الاحوال لازم شهاده القيمه المضافه. يبقى دي لازم. تمام ليه بقى؟ هقول لحضرتك ليه. لان انت ال 50% اللي هتاخدها دي 50% من قيمه الرد. فاهم. هعرف قيمه الرد ده ازاي؟ انهي شريحه؟ فلازم يبقى المكون المحلي في الحاله دي مش حضرتك اللي بتطلعه، اللي يطلعه المصنع. تمام صح. يعني انا راجل صاحب شركه تجاريه بتعامل مع مصنع سين مثلا، والمصنع ده هو اللي انا عامل معاه خط الانتاج العقد السنوي اللي احنا متفقين عليه. فلازم يكون هو عامل قيمه مضافه اللي هو شهاده المكون المحلي، اللي بناء عليه انا برفقها بشهادتي، وبناء عليه باخد الشريحه اللي انا هحصل عليها. يعني يعني بمعنى لو المصنع عامل اوريدي شهاده القيمه المضافه هتتعمل مره واحده صح كده؟ تاخد منه ما هو التناسل، تاخد منه التناسل وارفق معاه صوره مشهديه. بالظبط. هو حضرتك ما تقدرش تعمل قيمه مضافه، يعني حضرتك ما تقدرش تعمل شهاده مكون بتمثل. محلي، لان حضرتك مش مصنع، انت شركه تجاريه ما عندكش سجل صناعي، فاهمني؟ تمام. فهو المصنع هو اللي مسؤول ان هو بيطلع شهاده القيمه المكون المحلي او القيمه المضافه، المنتج المحلي هو اللي بيطلعها، وبناء عليه حضرتك بتستعيرها منه عشان تقدر ترد دعم استغراق. يعني انا بدي برضو يعني للشركات التجاريه اللي حابه ان هي طبعا بتصدر وعايزه تستفاد من دعم الصادرات، اهم حاجه لازم يكون المصنع طبعا ليه سجل صناعي، دي رقم واحد. شهاده القيمه المضافه بتاعت الضرايب برضو موجوده معايا، يعني المستندات الرسميه بتاعت المصنع اوريدي موجوده. لازم المصنع يكون عنده شهاده ايزو قبل ما اعمل العقد، عشان بس ما بقاش بعمل اجراءات والاجراءات دي في الاخر مش هتقدر تفيدني. تمام. فلما انا اعمل مثلا المصنع هعمل معاه ايجار خط انتاج لمده سنه، لازم يكون كل المسندات الرسميه موجوده معاه ومجدده طبعا، لازم يكون عنده ايزو، خدت بال حضرتك، ولازم يكون عامل مسجلها في المواصفات والجوده، الهيئه العامه للمواصفات والجوده. طيب انا راجل برضه مكتب هصدر، رحت للمصنع ده واخدت منه التنازل وصدرت الشحنه، هل انا عشان اخد دعم كمكتب ليا لازم برضه شهاده الجوده، ولا هو اللي يبقى عنده شهاده الجوده؟ لا، شهاده الجوده انت بتطلعها برضه، ما هي وانا برضه بطلعها. شهاده الجوده لازم يبقى شهاده الجوده باسم حضرتك، باسم الشركه بتاعت حضرتك شهاده الجوده، ولازم المصنع معاه شهاده الجوده، تمام. وهيئه المواصفات والجوده دي بتطلع الاعتماد بتاع المصنع. طب انا برضو كمكتب هسجل الشهاده ديت في هيئه الوصف الجوده ولا هو بس؟ لا، هو بس اللي بيسجلها كاعتماد منتج. تمام كاعتماد منتج هو اللي بيسجلها. تمام فتاخد حضرتك منها صورة وبتقدمها يعني. تمام فده كده اللي خاص بدعم دعم المنتج. خدت بال معاليك؟ بعد كده احنا عندنا في دعم شحن افريقيا. طبعا احنا عارفين طبعا ان افريقيا يعني نفسنا بصراحه ان كل المصنعين المصريين يصدروا لافريقيا، والحكومه المصريه اتجهت ده دلوقتي طبعا وبتشجع لده. اللائحه الجديده اللي هي نزلتها لنا قالت يا جماعه احنا بنشجع التصدير لافريقيا، بس مشكله التصدير لافريقيا ان هو مكلف كشحن. يعني حضرتك مثلا ممكن تلاقي مثلا في دوله من الدول الافريقيه اللي هي في الدول الحديثه، انت حضرتك هتضطر تطلع لها بحري، ومن بحري هتاخدها تركها توديها جوه، فالموضوع هيبقى مكلف جدا. فالحكومه المصريه قالت لك لا، انا هدي لك دعم 80% من نولون الشحن. 80% من نولون الشحن. ولو حضرتك هتصدر لتنزانيا هديك 100%. يعني الثانية. الشحن اللي حضرتك لتنزانيا تمام 100%، يعني انا دفعت 10,000 دولار في الحاويه رايحه لتنزانيا هرد ال 10,000 دولار، بس طبعا لازم الاشتراطات بتاعتنا، لازم تكون ايصال النولون باسمي، لازم في فاتوره من الخط الملاحي برضو تكون باسمي طالعه باسمي، والسداد اكون انا سددت، يعني في اشتراطات معينه كده عشان نقدر نثبت ان احنا اللي سددنا يعني بمعرفتنا، يعني عشان تقدر ترد دعم الصادرات. وده طبعا
بالنسبه لشحن افريقيا خد بال حضرتك ان ده يتطبق على الشركات التجاريه او المصانع. تمام حلو. تمام؟ طيب احنا عندنا بس بالنسبه لشحن افريقيا، طبعا احنا عارفين ان ليبيا من افريقيا والسودان من افريقيا، بس الاثنين دول بيستثنوا من الشحن لان انت ده بتشحنهم بري. تمام. فما لهمش دعم شحن. احنا هو الدعم الشحن اللي سؤال اللي عشان هو هم على الحدود بتاعتنا، فالموضوع الشحن ايوه بقى. ايوه بالظبط بالظبط. فاحنا كده عندنا افريقيا كلها دعم النولون شحن افريقيا 80% ما عدا تنزانيا 100%. حلو. ده طيب بالنسبه للشحن. طبعا في طبعا كل اتفضل. لا انا كنت عايز بس اقول بقى، يعني انت برضو دور حضرتك كشركه هتقدم لي خدمه، فانت المفروض يعني هتطلب ايوه مني ايه؟ هتطلب مني ايه بالظبط؟ كمكتب او كشركه كمصنع يعني؟ بص يا فندم، انا دلوقتي طبعا انا مكتب استشارات، بشجع التصدير فلازم اقف مع المصدر. انا في حاله دعم الصادرات، انا طبعا بشوف ايه المنتج اللي حضرتك عاوز تصدره، بتديني الاتش اس كود اللي خاص بالمنتج التصديري بتاع حضرتك، بناء عليه اقدر اقول لك المنتج بتاع حضرتك ده هتاخد فيه دعم كام في المية. بتابع مع حضرتك الملف، اقول لك ايه المطلوب في الملف اللي لازم يتقدم. احنا عندنا شقين في التعامل مع تنمية الصادرات او صندوق تنمية الصادرات، في حاجة اسمها ملف ارشيفي، بجهز لك انا الملف الارشيفي دوت، بقول لك ايه الحاجات المطلوبة بالظبط، بتبعتها لي وانا براجعها بالظبط وبسجلك في الصندوق تنمية الصادرات. وفي نفس الوقت بعمل كل شحنه بيبقى ليها ملف خاص بيها، خدت بال حضرتك؟ فانا براجع معاك المستندات اللي بنعمل بيها الملف الارشيفي وبقدمها لك بالنيابه عنك، وفي نفس الوقت الملفات التصديريه بتاعت حضرتك لازم عشان تتقدم لصندوق تنميه الصادرات لازم بتاكد ان هي طبقا مطابقه للائحه والطلبات بتاعتهم بالظبط، فانا بساعدك في الموضوع دوت لحد ما بتاخد التحويل بتاع حضرتك. تقريبا ملف التصدير بتاع حضرتك اللي بتقدمه بتحصل على الدعم بتاعه بتتكلم في خلال سنه، يعني ممكن مثلا 9 شهور ل 12 شهر تقريبا يعني، بس ده طبعا متوقف على السيوله الماليه اللي موجوده في وزاره الماليه عشان تقدر تدي للمصدرين الاعباء، ترد لهم الاعباء التصديريه بتاعتهم يعني. بس يعني هو احنا بنتكلم تتراوح في خلال السنه 12 شهر يعني. تمام. طب الجزء ودي الخدمه الاخير اللي بقى احنا اتفضل معايا. اتفضل. فدي الخدمه اللي احنا برضو بنساعد فيها المستثمرين والمصدرين والمصنعين، ان انا بنشئ له الملف بتاعه، براجع له الملف بتاعه صح، الحاجات اللي بيبقى مثلا ناقصاه اقدر اساعده فيها، ايه الحلول اللي عنده بعض المشاكل مثلا في بعض الملفات عنده، ايه الحلول اللي انا بقدر اقدمها له عشان يقدر استفاد باكبر استفاده، سواء من صندوق تنميه الصادرات، سواء من رد الرسوم الجمركيه او الضريبيه اللي هو بيدفعها يعني. تمام. تمام كده. خدمة سوري، الحتة الجزء بقى بتاع مثلا انا عايز اللي هو بيسموه الدفع الفوري او الدفع المستعجل او كام، تمام. ده في الحتة بتاعت الدعم نفسها، مثلا انا دلوقتي مش عايز استنى 9 شهور، سمعت ان في حاجة اسمها بنعمل مقصة. حضرتك بتتكلم عن المبادرات اللي احنا اشتغلنا بيها بالظبط، المبادرات اللي احنا اشتغلنا بيها دي من سنه 2020. طبعا هو قبل كده كان نظام دعم الصادرات ان حضرتك بتقدم الملفات بتاعت حضرتك وبيتحدد لك النسبه بتاعتك سواء 7% ل 10% ايا كان، وكان الملف بتاع حضرتك بترده بالكامل وبيتخصم منك، بس بيتحول لك بالبنك او يديك شيك وبيتخصم منه ال 1.5% اللي هي الارباح التجاريه والصناعيه. طبعا احنا كنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان كنا احنا في ازمه بس ماليه كانت في ال 10 سنين الاخيره دي. فطبعا كانت الشركات اللي بتقدم الملفات التصديريه كان ليها رصيد كبير جدا في صندوق تنميه الصادرات، وما كانش في سيوله ان هي ان الحكومه المصريه تقدر تدي او توفي بالدعم. في نفس الوقت طبعا كنا احنا مش عارفين هل يا جماعه احنا هنرد الدعم بتاعنا اللي احنا مقدمين ولا لا. احنا تقريبا في حدود ال4 سنين كان صندوق تنميه الصادرات بيرد الحاجات بسيطه جدا، والرصيد بقى زياده، بقت الناس ليها رصيد في صندوق دعم الصادرات مش عارفه تاخده، لحد ما اتعملت المبادرات دي بتنص كالاتي.
احنا يا جماعه عندنا دلوقتي طبعا طبقا لقرار رئيس الوزراء، يا جماعه انا عندي شقين في دعم الصادرات، اللي حابب يشارك معانا في حاجه اسمها مبادره السداد الفوري. مبادره السداد الفوري دي يعني حضرتك عاوز ترد دعم الصادرات المتاخرات بتاع حضرتك، بس هيتم استقطاع منها 15% من قيمتها. يعني حضرتك ليك ايا كان المبلغ اللي حضرتك هترده، انا في 15% هيتم استقطاعها دي رسوم السداد الفوري. طيب انا في حد رافض، انا مش عاوز اشارك في مبادره السداد الفوري، خلاص يبقى حضرتك هتستنى معانا لمده ال4 سنين ان احنا نقدر ندي لحضرتك رسومك بالكامل. فطبعا الاستفاده الناس كلها بتفكر بشكل اقتصادي وعلمي يعني، فيقول لك لا انا اقدر الافضل ليا ان انا استفاد في مبادره السداد الفوري وما عنديش مشكله ان انا يتخصم مني ال 15% في سبيل ان انا اقدر اوفر لنفسي سيوله يعني. ده يخص بس الناس المتاخره، ولا كان اي حد مثلا حتى لو جديد ممكن يخش في المبادره دي؟ لا والله، هو لحد دلوقتي احنا بنتكلم ان المبادرات شغاله يعني. احنا اخر مبادره احنا كنا شغالنا فيها المبادره الخامسه، اخر مبادره احنا كانت في المبادره الاولى كانت استعداد المتاخرات، المبادره الثانيه الثالثه، احنا دلوقتي شغالين تقريبا شبه مبادرات يعني، ما فيش حاجه متاخرات، هي كلها مبادرات. هو كنا في الاول بنتكلم ان هي تبقى متاخرات فقط، انما لا احنا دلوقتي شغالين بيها كلها مبادرات. بس الميزه ان من تاريخ 1/7/2021 ال 15% دول نزلوا 8% من اول ما شحنات 1/7/2021. تمام، هتبدا ترد هيتخصم منك 8% فقط مش 15% بالكامل. وده بقى مثلا الدفع الفوري دوت انا باخده في مده قد ايه؟ هل برضه بستنى الفتره دي ولا مده اقل شويه؟ لا، ما هو ده سداد، السداد الفوري دي مساندات زي ما قلت لحضرتك، انت من 9 ل 12 شهر تقريبا يعني، من 9 ل 12 شهر. احنا يعني قبل كده انت ممكن تقعد 4 سنين 5 سنين قبل ما تاخد المستحقات بتاعتك المتاخرات. يعني هو ال9 شهور دول او 12 شهر دول هو ده كده السداد الفوري؟ بالظبط كده، بالظبط كده. تمام. طيب هل في اي اضافه ثانيه عند حضرتك؟ عشان بس وقت حضرتك ووقت الناس هنا معانا، هل في اي مثلا اضافه من حضرتك هتضيفها جديده؟ طبعا بالنسبه والله للشباب، بالنسبه معلش اسف جدا، بالنسبه للملف المالي او العرض الاوفر بتاع من الباشمهندس محمد الخاص بالشركه، طبعا هو هيبعته لنا في العرض بتاعه، تمام، كاتعاب او الكلام ده كله هنشيره على الجروبات بتاعتنا. وطبعا احنا هنستاذن استاذ محمد ان احنا يبقى زي لينا زي ايه حاجه خاصه بفن التصدير يعني، ده حضرتك بقى تظبطها مع الشركه عند حضرتك، واللي هيكلمك هيقول لك الكود بتاعنا فن التصدير يعني اللي تبع فن التصدير. دي حاجه. ثاني حاجه استاذن بس طبعا لما هنشير رقم الشركه بس محمد استاذنكم معلش يعني الموضوع ما يبقاش داخل في حته ان انا كل شويه اتصل عليه اسم محمد، طب هو النسبه كام والنسبه، لا احنا عايزين نتكلم في شغل حي عشان بس وقت الناس. هو الراجل مش تبع فن التصدير، الراجل بيقدم خدمه. فلما ان شاء الله رقم استاذن الناس، مش احنا تبع فن التصدير فهيسالك كذا، لا احنا عندك شغل وشحنه والكلام ده كله، كلم اسم محمد وابدا اشتغل معاه فعليا. لكن استشارات او الكلام ده كله اللي هي الاستشارات المجانيه او الكلام ده كله دي معانا احنا، دي تبع فن التصدير. لكن خاصة استاذ محمد طبعا ده شغل وبزنس ووقت وقت ناس، فاستاذن الناس لما نشير رقمه مع استاذ محمد الاسئله تبقى، لو انت مثلا فن التصدير يبقى انت عندك شحنه فعليا فانت عايز تشتغل فعليا. طبعا موضوع الاسئله احنا قلنا اللقاء ان شاء الله بعد استاذ محمد برضه لو يسمح، اللي هو اللقاء الجاي ان شاء الله هيبقى اسئله فقط يعني، الناس كلها سمعت والناس بقى تبدا تجمع اسئله، واللقاء الجاي ان شاء الله هيبقى اسئله فقط عشان انت عايز تستفسر عن اي حاجه. فطبعا اتفضل استاذ محمد هكمل الكلام حضرتك ان شاء الله عشان نختم اللقاء. انا طبعا بشكرك يا استاذ مصطفى بصراحه، ان انا اتشرفت بيكم بصراحه وبالسبب حضور كلهم، وارجو ان انا ما اكونش طولت عليكم لا لا طبعا بس والله يعني عشان وقت حضرتك انا عارف ان وقت حضرتك مشغول جدا، فطبعا شكرا لحضرتك ان اتحت لنا اللقاء ده. تسلم يا استاذ مصطفى. فباذن الله رب العالمين ان شاء الله هنحدد معاك برضو مع بعض كده الاسبوع الجاي لو نفس الميعاد، اوكي، لو يسمح حضرتك طبعا ان شاء الله اكد لي برضو على الواتساب.
تمام وطبعا المحاضره دي هتترفع زي ما قلنا على اليوتيوب، وطبعا هبعت لي رقم حضرتك وان شاء الله، وطبعا موضوع برضو اللائحه حضرتك فيها هتبعتها لي، تمام يا فندم. نتكلم مع بعض كده ان شاء الله. في اي اضافه حابب تضيفها تاني قبل ما نختم اللقاء؟ أنا شاكر ليكم جدا، وبتمنى التوفيق طبعا لكل الأستاذة اللي موجودين معانا، التوفيق طبعا لمصر إن شاء الله. ويا ريت يا ريت يا جماعة والله، يعني بناشد كل المصنعين والمستثمرين، يا ريت التصدير يا جماعة، يعني التصدير والله يا وفي استاذ أي محمد، استشارة. يعني انا شخصيا على الرغم الحمد لله عندي خبره كويسه في حته بتاع التصدير، بس برضو انا استفدت جدا من اللقاء ده ربنا على يخليك، المستوى الشخصي، وشكرا ربنا لطرح يخليك مستر. طريقه حضرتك شرحت لنا بيها الموقف. شكرا شكرا لكم جميعا، اتمنى ان شاء الله طبعا هنشوفها على اليوتيوب ومع بعض ان شاء الله اللقاء الجاي باذن الله. اتمنى اشوفكم على بإذن خير الله. باذن الله. شكرا لك استاذ محمد، والسلام شكرا عليكم ورحمه الله. عليكم السلام.